ومشاهدينا مباشرة إلى باريس، وهذه الصور المباشرة لمظاهرات المعارضة الإيرانية احتجاجا على زيارة الرئيس روحاني إلى فرنسا. إذن مظاهرات غاضبة في باريس احتجاج على زيارة الرئيس الإيراني الخميس، حيث طبعا تنظم عدد من قوى المعارضة الإيرانية وعلى رأسها جماعة مجاهدي خلق احتجاجات حاشدة كما نرى معكم في هذه الصور، بالتزامن مع زيارة روحاني خلال جولة أوروبية سبقها طبعا بزيارة إلى إيطاليا. صفحة جديدة يبدو أنها قد فتحت بين طهران والاتحاد الأوروبي بعد الاتفاق النووي الإيراني وبدء تنفيذه قبل أيام. هذه الزيارة تأخذ طابع اقتصادي، حيث من المفترض التوقيع على عدد من الاتفاقيات التجارية أبرزها شراء إيران لأكثر من 110 طائرات إيرباص فرنسية الصنع. إذن نتابع المزيد من التفاصيل مع مراسلنا من باريس شادي شلالة الذي ينضم إلينا الآن. شادي، أعطيك الكلمة. نعم، هذه التظاهرات التي بدأت اليوم في باريس يطالب فيها المتظاهرون، يطالبون الاتحاد الأوروبي بداية وفرنسا خصوصا أن تتريث قبل التوقيع على هذه المعاهدات، وتطالبها أن تقوم بمطالبة الرئيس الإيراني بموازاة توقيع المعاهدات بوقف توقيع أحكام الإعدام في إيران. هذا لسان حال الجمعيات المجتمعة هنا، من بينها أيضا جمعيات دولية مثل أمنستي الدولية التي تطالب بهذا الموضوع. إيران هي الدولة الوحيدة التي تنفذ أحكام الإعدام على قاصرين، وهي تأتي في المرتبة الثانية في تنفيذ أحكام الإعدام في العالم.